بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدو ومتابعو فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. نقدم لكم هذه الفقرة وهي عبارة عن أحد الحفاظ من أصحاب الإعاقة الذهنية، ممن يحفظ القرآن الكريم كاملا حفظا عجيبا بأرقام الآيات وأرقام الصفحات. كمبيوتر بشري أمامنا، سنجري معه هذه المقابلة ونتعرف على إمكانياته في حفظ كتاب الله عز وجل. الشيخ الحافظ أحمد مسلم عبيد من ذوي الإعاقة الذهنية من مصر، وعمره 21 عاما، من مواليد القاهرة. تحدثنا عنه سابقا، قلنا أنه صاحب إعاقة ذهنية، لا يقرأ ولا يكتب، وإذا خرج من البيت ما يعرف يرجع للبيت، ويحتاج إلى من يساعده في أبسط الأمور كلبس الملابس، ويعني إذا احتاج إلى دورة مياه وما شابه ذلك. شيخ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاختبار اليوم حيكون اختبار صعب، سنسأله في المتشابهات، أعطيه كلمة وأطلب منه رقم الآية وتكملة هذه الآية. حقيقة أكثر من نمط سيكون هذا الاختبار. النمط الأول سيكون كلمات أنتقيها له، وأسأله عن رقم الآية، وأسأله عن السورة التي فيها هذه الكلمة. شيخ أحمد، خليك معي. أمرك يا شيخ شرزاد. من وين تعرف اسمي؟ طيب، جزاك الله خير. طيب شيخ أحمد، أمرك يا شيخ شرزاد من العراق. جزاك الله خير، شاء الله عليه. هذا لقطها مرة وسجلها في الكمبيوتر عنده. طيب، كلمة مكلبين. مكلبين تعلمونهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. حسبك، جزاك الله خير. إذا جاب الكلمة بالضبط، هي في سورة المائدة، لو المخرج يظهرها على الشاشة. هي الآية الواقعة، الآية 4 سورة المائدة، الصفحة 400، الصفحة 105. نعم، أنا لا أسأل عن الصفحة. نوعها مدنية. نعم. وترتيبها 5، وعدد آياتها 220. ما شاء الله. الجزء 6، والحزب 11. ما شاء الله عليك، الله أكبر. طيب، أنا لا أسأل عن أرقام صفحات، تعرفون لماذا؟ لأننا نعتمد مصحف المدينة، وما أعرف هو معتمد على مصحف الشمرلي ولا مصحف الملك فؤاد ولا مصاحف أخرى. فترقيم مصحف المدينة إن شاء الله. طيب، السؤال الثاني، من قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. حسبك، جزاك الله خير. هذه الآية كم؟ 21 و22 سورة الأعراف، ترتيبها 7، وعدد آياتها 206. ما شاء الله عليك. نوعها مكية. ما
شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث، قصص أمرك يا شيخ الشيرزاد من العراق. الله خير. قصصهم، قصصهم لقد كان في قصصهم. وين هذه موجودة؟ يلا اقرأها. هي واحدة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. حسبك. كم رقم الآية؟ 111، يعني ثلاث وحايد سورة يوسف وحايد. ترتبها 12. ما شاء الله عليك، الله أكبر. طيب السؤال الرابع، جامدة، 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 نعم، وين موجودة هذه؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله أكبر. أي سورة؟ سورة النمل، ترتبها 27، الآية 88، وعدد آياتها 93. المخرج يظهر على الشاشة. 88 النمل، جزاك الله خير. 88 النمل. ما شاء الله عليك. وعدد آياتها 98. يلا جزاك الله خير، والله أنا ما أعرف، ما أعرف عدد آياتها. طيب عدد آياتها 96. يلا خلك معي. سؤال خامس، لجلودهم، لجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله يفتح عليك. أي سورة هذه؟ 21، سورة فصلت، وعدد آياتها 54، ترتبها 41. الله أكبر. نوعها مكية. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب الآن ننتقل للنمط الثاني من الأسئلة، سأسأله في أحكام التلاوة والتجويد. الآن وقد عصيت، المد اللازم الكلمي المخفف، مقدار 6 حركات. ممتاز. طيب السؤال الثاني، لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. تسهيل الهمزة الثانية بين بين. الله أكبر، ممتاز. طيب وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إمالة الألف إلى الياء، راء، إمالة الراء. الله أكبر، ممتاز. طيب وقيل من راق، سكت النون على الراء المفخمة. ممتاز، ممتاز. طيب ما لك لا تأمنا على يوسف، هذه شو فيها؟ الإشمام. ممتاز. والروم. ممتاز. ما لك لا تأمنا على يوسف. ممتاز. طيب النمط الثالث من الأسئلة، سأسأله في ترتيب السور، ترتيب السور، سورة الأحقاف، ما الذي، ما هي السورة التي تأتي بعد سورة الأحقاف؟ محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الزاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الحشر، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون. حسبك. طيب الآن بالعكس،
بالعكس، سورة ياسين. ما هي السورة التي السور التي قبل سورة ياسين؟ فاطر وفاطر سبأ والأحزاب والسجدة ولقمان. ممتاز. طيب على ذكر سورة ياسين، ياسين تعرف تترجمها بالإنجليزي؟ هو يعرف الترجمة، ترى يعرف الترجمة بالإنجليزي. تعرف ترجمة ياسين والقرآن الحكيم؟ ياسين by the Holy Quran and the Christian. Oh Christian, you oh Muhammad, who created Christian, all Christian to the contrary, the Christian and the Holy forgiving, merciful. The Christian is a Christian for the people, but Christian of a Christ. Who trade to him the Christian. الله أكبر، ممتاز. طبعا لو نسأله في أي آية ترجمتها بيجيبها على طول، حافظها copy paste. نعم، جزاك الله خير. طيب الآن سأسألك سؤالا واحدا في المتشابهات. لقد كفر الذين، كم مرة جاءت في القرآن لقد كفر الذين؟ لقد كفر الذين مرات في سورة المائدة. أيوة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. حسبك. 17 المائدة صفحة الصفحة ما أريد الصفحة الصفحة مية و أنا ما أريد الصفحة ثمانية ما أريد الصفحة. إذا نشوف على الشاشة الآية كم؟ 110. أنا يكفيني رقم الآية. الصفحة 110 على الكمبيوتر على الشاشة. الصفحة 17 110. الله أكبر، ممتاز. طيب هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. حسبك. إذن آيتين متتاليتين 72 73 المائدة ترتبها 4 الصفحة 118. جزاك الله خير، جزاك الله خير. إذن فعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله، وردت الآية 17 من المائدة والآية 72 من المائدة والآية 73 من المائدة. المائدة ترتبها 5 ما شاء الله. طيب مسألة سؤال، مدنية. السجدات مدنية في القرآن. أحمد مسلم، السجدات في القرآن كم سجدة عندنا في القرآن؟ كم سجدة عندنا في القرآن؟ سأجيب على الأسئلة. الأعراف، الرعد، نعم، الإسراء، نعم، مريم، وكذلك الفرقان، النمل، السجدة، صاد، فصلت، النجم، الانشقاق، العلق، الحج. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. مين الحج؟ إذن عندنا 15 سجدة، اتفق العلماء على 10 منها واختلفوا في 5 منها ثانية الحج والتي في صاد، وآخر 3 سجدات في المصحف مختلف فيها. آخر سؤال يا أحمد مسلم، عدد أجزاء القرآن وعدد آيات القرآن وعدد 30 جزء، والأحزاب كم حزب؟ 15 سجدة. كم حزب في القرآن؟ كم 60 حزب. 60 حزب. عدد آيات المصحف 6236 آية. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.